صور شنو يلا يقول هذا الشيء عريس الله أكبر الله أكبر مستمر. وبالتالي إذا بصنا لازم نسوي
بينما اذا كان هيك ستيل شو سويت؟ هذا طبعا الحكي احنا شي شوي بنصير نوصل للسيرجري سبب المشاكل هو مفيد انه يشتغل as one way direction يعني ما يسمح باتجاهين وانما يسمح باتجاه واحد ليش؟ لانك تشكل انه في الوضع هذا تشكل انه الحظ حظ من الجنس صيف هاي الحظ مصاري هاي سبيل الحظ وشيء كبير مصبتها وانترجع فيها للحظ by the action of the muscle يصير عندك البرشار يدفع يرجع من صحتين الماء للحرص هاي الفينوس بال دورها انه تسمح بمرور الدم باتجاه واحد one way direction one valve like menard course من يصير عندنا مشكلة بالصمام مثل اللي ساعد دعك هاي الحالة مش لحظة صرت شوف هسه هنا بالنورمال اكو رجوع للدم ها ما اكو رجوع سد الصمام صعد الدم لفوق سد الصمام ما اكو رجوع هنا من يصير عندنا تلف بالصمام وشنو التلف يصير في العرف كوبتيشن يعني بالله ما يضرب بالجرح يعني بالاغلاق بلحظة الاغلاق كل الاغلاق غير تام اوكي ما يضرب بالجناحين هذا الامر بس فتحه او
مسافة ما بين الجناحين. فما صار مسافة ما بين الجناحين؟ لا يرجع. يرجع عدل. زين. مسافة يقول في ضغط. شو المشكلة؟ من هلا رح يبدي الخلل. شلون؟ من رح يرجع الدم. شو رح يصير الدم؟ رح يصير الدم فوليوم وأوفرلود. وين رح يصير؟ على الفينوس ساعد. زين احنا شو عندنا هنا بلشر؟ يعني لو بلشر. فمن رح يجيك بلد اضافي رح يصير فوليوم اوفرلود رح يسوي لك فينوس هايبرتنشن. ومن يصير فينوس هايبرتنشن رح تشد المشاكل. واحنا من المشاكل يصير بي دايلتيشن او شو صحيح؟ بالسوبر فيشل ممكن شو يسوي لك؟ ممكن ايجين ما سمعنا شيء. ممكن ايجين ممكن تروما ممكن دي بي تي ممكن هو يصير لاكس بالوضع اوكي. طبعا هاي الفينوس بامب هي المسؤوله عن ارجاع الفينوس والدم للهارت. يعني انا وخذت بس لما تمشي صار كومبوننت كامل في سحول الفينوس بام وين ذا سكلتر مصل كونتراكت ذا بلاد از فورست فروم ذا انترا مسكولا اند سراوند ذا برين اند بروك اوت توورد ذا هارت. شنو الكومبوننت مال هذا البام؟ اول واحد المصل هاي الموجود. نمبر 2 انترا مسكولا فينوس ساينوسويد. طبعا السينوسويد يصير عبارة عن حجر صغيرة وعائية موجودة في داخل العضلة. كيف تخلص العضلة؟ superficial vein و deep vein. The proper function of the venous pump depends on the presence of competent venous vein. هاي العائلية كلها. أنا لما اعتمد ليش؟ لأنه هذا حق الاتجاه واحد. هي راح تضغط راح تدفع تدخل الأنبوب الأنبوب ما في رجوع فراح تضمن سلامة وصوله إلى زين. أنت راح تضغط راح تدخل في الأنبوب الأنبوب في مشكلة يرجع فراح يصير باكورد رشد. زين شلون؟ فراح يصير incompetent valve راح تبدي المشكلة. So if the valves are incompetent, the resulting hydrostatic column of blood is longer and there is immediate retrograde venous filling with the muscle contraction. يعني لما المصل يدفع راح يصير جزء مرتفع يرجع للوقت وجزء مرتفع يرجع المشكلة اللي على القلب هو المريض عشان المريض يزيد أخير بعد تصريف الدم مو صحيح. فشو صار الرجلة؟ مسمار عالي ومتلي ورياضة. طيب شو صار؟ نصح لها فينوس طبعا فينوس طيب مسألة فينوس الفينوس طبعا كل خيوطة يختلف عن الآخر طبعا الآخر تيك حتى الزهن النهار شكله مقبول. البين أبد طوال البين عبارة عن كلينكس مبللة تخيط مضبط نفس الشيء تجيب كلينكس مبللة وبعد تخيط تطلع لك انت فوضعها مختلف تماما. ولذلك أنا أحس بالتعامل مزعج حتى في الانترفينشن مزعج لأنه تحس يعني كلش ثن ودليل Why? Is a disease primarily caused by weak, worn, or damaged valve in the vein of the leg? Is a term used to describe the changes that can take place in the tissue of the leg due to long-standing high pressure in the vein. من يبقى هذا البرشر عالي فترة طويلة لحتمت الأعراض. يعني كالعادة البين تطلع الأعراض مرتين مباشرة. هاي عندنا مشكلة أخرى. بس أنت حتى من تعودة ما تظهر الأعراض راسا. من تظهر 24 ساعة لا تظهر الأعراض.
يمكن انك شفت ما تختلف انت. زين هسه تجي كلاسيكال، وش راح يصير عندك تشينجز؟ بيجي من صار عندك هيك مشكله. بيجمنتيشن، راح اشوف اكو بيجمنت موجوده بالدوام. راح يصير ألسريشن. لايبو درماتوسكلروسس، شلون الثيكنينج بالمنطقه؟ اكزيما. Abnormal appearance and the shape of the leg on this one. Etiology. Varicose vein more common in women. يعني هو دائما الفيميل بيها اكو بريفرنس، يعني صار ديزيز موجوده بالفيميل اكثر من الميل، وحده من عندها هي الفاريكوز فين. ريسك فاكتور بريجنسي. البريجنسي هو هاي دايناميك سيركيليشن. لذلك النيوترون صدر على البيض هم يسوي بريشر هم يزيد الانسلين اسمه الفاريكوز فين. الاوبيسيتي، المينابوز، الايجنج، البرونوك ستاندنج، هذا اللي يظل واقف دائما، هذا هو عنده يعني اللي يظل واقف دائما عنده مشكله، واللي يظل قاعد دائما عنده مشكله. لذلك افضل الحلول هو شنو؟ المشي، رياضه، المشي. زين كذلك ابدومنال تريننج. فاكو برايمري فاريكوز فين اللي هو از كومبتنت فينوس فال ذات ريزلت، واكو سكندري. السكندري منين تصير؟ من الديب فينوس ترانفرس. لذلك انت من يجيك واحد فاريكوز فين ضروري جدا تسوي تشيكينج للديب سيستم. يعني تمام من المعقول تشتغل على السوبر فيشر سيستم والديب مالتك مضروب او في مشكله، يعني هاي ثلاث اذا هذا راح اشيله والديب مالته في مشكله روح المريض. يعني الديب سيستم كله انت. لذلك اي واحد عنده فاريكوز فين هو لازم تشيك الديب سيستم. حتى اطلع على الشغله هنا الاتيولوجي، يعني هذا السؤال ليش يصير عندك يا اما برايمري مثل ما قلنا فالف راسه شو يصير سوبرفيشال مين؟ يعني هاي طبعا شلون يصير برايمري؟ اكو تجي عوائل عندهم مشكله عندهم جينيتيك اشوف عنده مشكله جدا، يعني العكس خلينا نقول عنده تشو شلون نقول فيها يعني سو تصير عنده مشكله بالصوت. سكندري شنو السكندري؟ اول وحده ليبي ثانيا كاكيتر يعني اسوشيت وذ دي بي تي. وبريكنسي شلون عشان قبل شوي اللي حكته هو الروجسترون اللي هو الديز فينس وول اون ذا بال ويكنس، يعني الروجسترون يصعد يصير هايبر دايناميك. يعني هو البريكنسي يعرف على انه هايبر دايناميك سيركليشن. البريكنسي يعتبر هايبر دايناميك سيركليشن، يعني السيركليشن مالته كلها تختلف، يعني تكتيكاليا والله يختلف تمام. وقد يكون ترون رقم ثلاثه كونجينيتال، يعني مال الفينس مالفورميشن. هذا الريسك فاكتور، يعني انت يسمنيج واحد يقول شنو الريسك فاكتور فور فينوس ديزورد فور فينوس بروبلم. اول وحده الحراره، هاي يعني يبقى في وضع حار واقف بصوره دائما لو فايبر. هاي وين تصير اكثر شيء تلقاها؟ تلقاها هذول اكثر شيء اللي افرام الصوميل. شوف هذا الباك تسع هذول اللي يشوي من فرن يبقى دائما مال. كذلك ممكن اصور للحلاقين هم الحلاقين اصوروا بالليل هم استمرت الوقت. الشغله الثانيه هي شنو؟ الاوبيسيتي. طبعا هي الاوبيسيتي سيستميك، يعني كل شيء يسوي لك مشاكل. لذلك لو هو الكلام مطلوب يعني يحافظ على العيال هنا كان هم قلت لهم المفروض اكو يعني اداره مستمره يجي واحد الصبور تشيك الاجهزه تشيك مو صح كلام وكل شيء شغال بعد من يجي الاستاذ يجي كل شيء هسه انت تروح لاي قاعه عندك ربع ساعه تسوي سيت اب مو تحكي تسكت بطل والله زين. طبعا الاوبسيتي ويا اكيد شنو اللي هو لاقى مكسر سايز، يعني طبعا لا
الفينوس والارتريال والكاردي كلها صارت لك كل انواع المشاكل. فما يصير. التشير يعني هذا قاعد يقرا 24 ساعه شلون انت بس انت 24 ساعه تقول باكر على رجليك حاط عليكم شويه تمشي وهذا تقول صحيح. وطبعا شوف ايش حاط البندوس صحنه الجيناتيك. الجيناتيك يعني هذا فاميليز يعني هو رن الفاميليز سواء طبعا يعني ايش قلت كروس فاكتور بس هي الفاميلي تعتبر الاخطر. ليش؟ لانه هذا تلقاه بعيد عن كل الريس فاكتور مجرد انت فاميلي تندنسي يصير عندك ديفلوبمنت المشكله. هاي طبعا السيمبتومز يعني هاي يعني يصير عندك اي كي مثلا جيبتيزيا كالسوين مسكلاريشن ستيسس درماتاتيس بليدنج مور يعني من يوم ضرب اي ضربه تجي فرضا يوقع يتعور او شيء لا بد ما تسكتروسيس كذلك سكار لايك يعني شوفوا شوفوا الرجل الوحيد يعني يصير شكلها مرضى لايك شوفوا يجي انه يتحول لعمليه او جراحه او فيها تخلص من الشكل خصوصا يعني بنيه او شيء ريستلس ليك سيندروم شنو؟ ها خلاص؟ ها؟ هنا أنا سوينا كلاسيفيكيشن. سوينا كلاسيفيكيشن. الواحد يقول لك هنا كلاس زيرو. هذا يسمى كرونيك فينس ديزيز. طبعا هو شنو نفسه الكلاسيفيكيشن؟ أول شيء البرغاس يعني مستمر البرغاس. الشغلة الثانية هو لونج تيرم يعني يحتاج فترة من الزمان يعني شهر شهرين مرات سنة أكثر فيحتاج إنه أنت تسوي له تقييم بشكل مستمر حتى تعرف المريض وين واصل يا له. كلاس زيرو يعني كلاس 1 تلنجكتيز. شوف هاي طبعا هاي كلها بادية وبعدها ما واصل للبرغاس. كلاس 2 فاريكوز كلاس 3 صار عندك شنو؟ إديما يعني سوالينج. كلاس 4 سكين تشينجز بدأت تظهر. كلاس 5 سكين تشينجز ويز ألسار يعني بدأ يظهر. احنا طبعا ايش قلنا قبل شوية الألسار؟ قلنا الفينس ألسار هو بنفس الوقت بلي كلاسيفيكيشن تلاحظ ولا شيء لا كلاس معناته ايش قد متاخر المرض يعني شوف هاي كلاس فور ما شيء وصل للاعصاب وبعدها ما مسوي شيء لذلك هو بدنا يختلف كلاسيفيكيشن شو بدنا نتعقب فيه الختم مالتها اكتف اعصاب يعني اعصاب شديد غير قابل للاستجابه هذا كلاس 6 هو طبعا يبقى لفترة طويلة يجي المريض ويروح يجي ويروح وتعطيه تريتمنت ليش الموضوع صعب من تفاصيل كثيرة تحتاج حتى تعارض كبير من قبل المريض كومبليكيشن يصير بين هابينس طبعا هذا البين والهابينس مو مثل البين الاعتيادي يصير جدا مزعج وأرتبت المريض المريض بعد ما يقدر يتحول ولا يجوه مش على رجلة كلها ثقل رجلة كلها شلون المشلولة يعني أنا أقول لك راس بالكيرا مثل جيس يحس رجلة عبارة عن
يعني جيس محمد حتى شاف هذا الشعر. طبعا يصير درمتالك يسكن ألصار كذلك بعض الأحيان إحنا قلنا هو البري ميليجنت يعني وعندنا كومبليكيشن من أرسل اللي ما يطيب وشو البري ميليجنت يصير سيء يصير كوما سيفير بليدينج سوبرفيشال ثرومبوفليفايتيز وأكيوت فات كروسز فينوس أسسمنت. إحنا أنا أكو تيست اللي هو البيرتيز تيست والبرودي ترندلنبرج تيست. هذا شنو حتى شوف البيتنسي مالت السوبرفيشال والديد شو تسوي؟ تنيم المريض الصعد رجل اللي فوق وتحط له تورنك هنا وراء تخليه يمشي وتفتح التورنك. إذا صار بفضل رابط معناته شو عندك؟ incompetent يعني بعد تستمر في تحت التورنك صار رابط ريفورم. وفي بعض الأحيان يصير فرن قبل ما تفتح التورنك يعني هاي معناته حتى البرفايتر صار بيه. هذا شو يعطيك مؤشر؟ يعطيك مؤشر انه المشكله مو سهله هاي واحد. والشغله الثانيه يعطيك انه الموضوع مو الان الموضوع يعني صار له فتره طويله. احنا طبعا كل ما يتقادم الزمان كل ما المشكله اثارها صار كبيره وحلولها صار شنو؟ صعبه ومعقده. لانه هذا انت مشكلتك شنو بالفين؟ ما عندك سبيس تتحرك فيه يعني نارو ليميتد خلينا نقول او كورنر ما تفكش بيها قليله يعني فائدتك او حركتك تكون محصوره. طبعا الدور اللي احنا حكينا عليه بجا المحاضره هو هو هيك اذا كل ما تاخذ المورفين تبدا وياه علاجات يتحسن استجابه افضل بس كل ما يتاخر البروجنوزز يصير شبيه. طبعا مو انت ما اصابك البوليكوز فين بس انت شفت البوليكوز فين مو كلاس زيرو يعني يختلف. فانت لازم تسال المريض وانت تبدي وياه بالعلاج وشوف بس على خلاصك طبعا الدوبلر راح يعطيك في الفيوتشر يعني كامل عن الموضوع مشكلة تفاصيلها. هسه تريجي اكو نون سيرجيكال تريجي طبعا ما سيرجيكال هذا كان شو اسمه علي الباركوز فين حتى السيرجري مالتها ما بيضل يعني تسوي له سيرجري ممكن يرجع من جديد. اما هاي الادويه اللي يستخدموها سكيراتور اللي هذه دراجة مفيدة شوط في تكون ونصر الشغلة محدودة يعني شغلة بسيطة يعني سبايدر ميرور فلنجيكتيزي شغلة صغيرة وصار محدودة نتائجها طيبة بس كل ما يكون الموضوع يعني النتائج تكون صعبة. نون سيرجيكال تريتمنت شو وقت شنو الانديكيشن وقت هذا؟ هذا بيشنت وذ ميديكال كونترا انديكيشن يعني ما يقدر يسوي سيرجيكال. هذا شو يسوي؟ ما تعطي نون سيرجيكال. او رقم اثنين واحد عنده دي بي تي هذا لا عنده دي بي تي وانت تسوي له سيرجري على السوبرفيشال هذا شو الفرق بين انت؟ حمرت انت اللي يجيب واحد عنده كونترا انديكيشن للسيرجري عنده دي بي تي انت هو ماكو شيء يعني تنون سيرجيكال. واخر شيء هذا مينيموم يعني شغلات بسيطه شوي. يابا شو تسوي بالنون سيرجيكال؟ Elastic support. That means شنو؟ كمبراشي. حتى الوول مالته يبقى يلم. ليش؟ هسه انت تجيب نفاخ. والله تنفخ بيها نفخ بيها نفخ بيها نفخ شو يصير بيها نفخ؟ مو تكبر؟ يبقى حجمها حتى من تفشي شو يصير حجمها؟ بينما هذا شو يسوي ستوكينج؟ ما يخليه يتوسع الموضوع يبقى محافظ على هذا الموضوع ما يخليه يكبر لانه هذا يتعرض لضغط هذا ضغط عالي كل ما يتعرض لفتره طويله ضغط عالي شو يسوي؟ يسوي تكسع تزداد المشاكل ما تتدخل بسبب الفينوس هايبرتنشن. رقم اثنين نقول له عمي جيب باصل وخلى رجلك عليه يعني كل ما يقعد
يشوف رجله صار بيها بين او شيء او تنكت يجيب ماصل شو يسوي؟ يخلي رجله عادي. هاي شنو الفكره من عندك؟ تشتغل الاكشن مال البين جرافيتي يسوي تصريف لهته مو صحيح؟ اكسر سايز اوف ذا ليج زين؟ ونطلع انتين في الميتال ميديسن يعني هذا الايبروبين اسبرين وكنا نستخدم هذا الدايوسمين اللي هو الدافلون. هذا الدافلون شو يسوي؟ يحافظ لك على الكابيلر بيرميابولتي مالت البين يعني خلينا نقول يقوي جدار البين وجدار البين يكون لاكس ومتعرض للضغط ويبدي يصير بيه شلون الله خاوي هذا لا يخلي الوول اقوى شوي فنقول له يا ابي اخذ هذا بس شنو؟ ايش قد تتوقع يوقع من هذا العيال؟ من رايك؟ شهر ست اشهر يعني مو اسبوع او يومين او ثلاث ايام يعني بعد وقت. كذلك اكو سكليروثيرابي. هذا سكليروثيرابي هو يسحوا له العلاج التصالبي. هذا يستخدم يعني عندك منطقه صغيره عشان سبايدر مان تجي تخلي انجكشن تبدي تحطها في الجسم and luminal head that destroy the vascular يعني حرارة تكسر الاندوثيليوم يعني شلون تستخدم هذا يطلع هذا سوبرفيشال يعني ما تحتاج تسوي ليزر او الطريقة الأخرى الراديو فريكونسي اكليجن يعني انصمام ينصم هذا thermal energy destroy the wall يعني شو يسوي؟ كوزينج بروتين دي ناتشوريشن كولاجين كونتراكشن اند ايميديت يعني يطبق الوول من يدخل في هذا يطبق مثل الغلق يعني شلون يصام يصام اصمام يعني سحجر هسه ذاك كان كله شنو؟ complication of the venous stasis, the repigmentation, dermatitis, and duration. طبعا اذا حسيت الاستجابه زينه للميديسين او للسرجري اتريث لسوي الجراح طيب الاوبريشن شو تسوي له؟ يا اما ليجيشن او ستر أو removal of tributaries أو resection of the incompetent perforator stripping of the saphenous vein and closure. شو نسوي احنا؟ ندخل المريض صف العمليات تحت التخدير العام نفتح انسجن فوق ندخل شلون الجايد واير ندخل على الكروس مالت البيوت نمشي 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 نفتح فتحة ثانية نطلع الواير يعني طلعنا نطلع طلعنا نجي نربط الراس مالت الواير بقوة وها شو نسوي؟ نبدي نلف جوز جوز وباندج باندج نسوي على شكل تروس يعني حرف اكس هيك مرة وهيك مرة هيك مرة نضبر رجله كلها خلصنا التضبير شو نسوي؟ نسوي افولشن نركب الراس هذا لنهايه الدقايق ونجي نسحب تعرف سوينا؟ يعني سوينا ستربين دمرنا السوبرفيشال سيستم كله لانه هذا طاب بنصه وهاي مثل طول راح تجي تسحب الفين كله بعد يطلع الفين كامل السوبرفيشال بس واحد يقول يلا مو صار افولشن وبليدنج شلون مسيطرين عليه احنا؟ حاطين جوز وباندج هذا الباندج على شكل كروس لذلك احنا شفنا قبل شويه من اللي يصير عندنا بليدنج بالفينوس شلون نسيطر عليه؟
رجر Complication of surgery, what is it? يعني يصير حالة استيزيس due to the injury أو the شورة أو سبينس نير يعني يصير عندك هنا أنت كده راح تضرب هذا النير بدك يصير عندك شلون يطلع استيزي أو شيء subcutaneous hematoma طبعا هنا كله bleeding يصير bleeding فاحتمال يصير عندك hematoma زائد درس يوم كبير هسه بقى انتبه هنا ايش كاتبين؟ كاتبين recurrence rate after surgery ايش قد؟ 5 to 60 5 to 60 يعني ترى ما بيها ضمان لما يجيك المريض يقول لك انا ابي الضمان طبعا بسرعه هاي مال ضمان ايش قد نسبه نجاح العمليه ترى مو كل شيء زين يعني انت شايف المريض يسال والله ايش قد نسبه نجاح العمليه وهذا يقول لك 99 ها 98 هسه انت جاك واحد قال لك نسبة نجاح العملية 98 تضمن انت من 2% اللي موتوا؟ ما في شيء. بس المريض مرات يظل يشعر بخلل فيجي الطبيب يطمن هاي الخلل. بس هو حتى لو اعطاك نسبة عالية ترى ما في ليش؟ لان تكون عملية بها خصوصية بها كومبليكيشن بها مستجدات يعني في جزء من العملية ظل لك هالشيء مو بالاسماء. صحيح؟ ما يصير جروث يصير كراك كلاتر يصير ما نعلم هسه خلصنا السوبر فيشر نجي وين؟ بالديب فينوس ثرومبوسيس دي بي تي هو ذا فورميشن اوف ذا بلاد كلوت ان ذا ديب فين ات كومنلي افكت ذا ليج فين such as the femoral vein or the popliteal vein or the deep vein of the pelvis. هذا شنو؟ يصير عندك كلوت بال vein of the lower leg. شنو المشكلة مالت هذا؟ الخطورة تكمن في نقطة النقطة الأولى سايلنت. تجد مدري. النقطة الثانية شنو؟ رأساً يموت المريض هل لها رفض السلام؟ يعني شنو؟ وعدة عدة ولا تنجي تأخرت بالقيصرية وصورت قيصرية تأخروا بالتخدير تأخروا بمدري شنو طلعت من المستشفى القوة غلط نايمة في المستشفى فترة طويلة بعدين طلعت من المستشفى راحت للبيت ورا ثلاث أيام هذا سيبر هذا شنو؟ حاجة صعبة ديبيت أسيبتوناتي ما تدري أدار سفاكة أقرار المسترجل ما في كير ما في برونفلاكسيز وقت بدر دي فترة طويلة من الزمان صار كلوت راحت للبيت قامت تتحرك سويت فتحة صعبة طفرت جزء من الجزرات طلعنا من المخزن ولذلك خطر جدا نسأل سؤال يا شلون يصير هذا الدي بي تي يجي الجواب فيركوز ترايل فيركوز ترايل شنو هو فيركوز ترايل هو ثلاث فقرات اولا الريت اللي هو ليت ليت مال الفلو هل هو بطيء سريع رقم اثنين الثيكنس اوف بلاد شنو المقصود بالثيكنس هل هو هايبر كوجيبل او نوت اخر بعض يصير هايبر كوجيبل فيسكوزيتي عالي رقم ثلاثه هو الستيت اوف ذا فيزل وول يعني شنو هل هو هيلثي ان هيلثي هاي الثري فاكتورز هي ريسبونسبل على الفورميشن اوف كلوت طبعا اضف الى ذلك اكو ريسك فاكتور فرضا الديب فين ثرومبوسيس يصير بالليفت ليك اكثر ليش؟ لانه شوف هنا الرايت ليك ارتري وانا مسوي بريشر على الليفت
كمان 11 وبالتالي هذا ريس فاكتور فور ستيسيس اوف كلوت فورميشن. زين ريس فاكتور يجي واحد يقول لك شنو ريس فاكتور؟ اولا ريسنت سيرجري يعني واحد مسوي عمليه وبقى بالمستشفى نايم، انت شايف بالمستشفى شو يسوي؟ بس نايم. ويجون هنا يوكلون ويشربون لا 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 تقول لا 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 تتحرك شايف؟ لا 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 خصوصا هاي الشنة ولا رقم اثنين ادفانس ايج شنو هذا الرجال عمره كبير انا متوقع انه اوبيسيتي عندنا مشكلة صحيح؟ انفكشن انفكشن طبعا يصير عندنا سبسس انت ترى الهوسبيتال اكثر شيء يصير لك كروس كونتامينيشن شنو كروس كونتامينيشن؟ يعني انت ممكن نايم بالمستشفى بس تلتقط عدوى العدوى من المريض بصفر يعني شلون؟ اجى المرضى حفظه الله ورعاه الطاقه ضعف ضربه لازم شو يسوي حفظه الله ورعاه؟ ينزع كل شيء التشيك والتعقيم ينتقل للمريض الثاني لازم تعقيم جديد وشوب جديد وتنظيف جديد وستبلايزيشن جديد زين هاي شلون؟ مو بس هاي حتى المقيم يجي المقيم تور على هذا نفس الصدري قواعد الصدري عارف الصدري صدام جديد جديد بس شنو؟ سكراب ها شايف السكراب؟ طبعا عمليه طبعا هذا السكراب خلينا نحكي لك تنام بيه وياكل بيه ويطب للحمام بيه ويطب للتواليت بيه ويطب صورة بيه ويروح يفحص المريض بيه عشان بتوقع فيه يعني والله نسيت والله ما يسوي هاي ما ترى ما يسوي هذا نسويه هذا شو يسوي ويطب العاملات أخريتي أنت هل تعلم لازم السكراب مالت العمليات ما يطلع الخط الاحمر؟ هل تعلم السكراب مالت الردة لازم ما يروح لغير ردة؟ هل تعلم السكراب مالت الاكل والشرب لازم ما يطلع خارج حدود الدار؟ هل تعلم انت هاي الامور؟ انت هل تعلم المستشفيات المرصينه لازم بالممرات اكو تعقيم؟ تمشي وتبخ تعقيم على يديك؟ هل تعلم؟ سألفش صارت العمليات ما أدري شنو والله ما نحكي نفسه بابا تعلموا الشيء الصحيح الله يخليك immobilization يعني مريض سويت عملية وما يتحرك بابا شو ساعنا يعني صار شنو stasis صار فلاتفورمينج هاي صار كونترا سبتيك جلس عشان عمليه توبا ترابل ايضا يسوي لك مشكله ثرومبوفيليا يعني هاي تندنسيتي يعني شنو هاي عندك مشكله اسمها على بلاد ديس اوردر يعني اكو مشكله بالكوربيليشن كاسكيد هذا طبعا شبيه هاي ريس فاكتور هاي نفسها مالت الفين نفسها راح تنعاد بالديبتي السائل والسبتم تحي يصير بين سوار تحي يجيك ردنس تحي يشوف رجلة شبيهة احمرار تيجي تحط ايدك ايش تلقاها هوت يعني سائل مال انفلاميشن هسه يصير لكم سؤال شنو السائل مال انفلاميشن ردنس بين سوار هذا سؤال مجروح عام تجيب الامتحان ساين اوف انفلاميشن شلون تعرف هذا عدد انفلاميشن فاهم؟ في شغلة موجودة في الكلمة كان هذا اللي قلت لك عليه انها تكون سايلنت. حقيقة بالدي بي تي عندك تو تايب. اكو تايب اللي هو يصير بيتين وفلوتين. هذا نسبته تقريبا 75%. واكو تايب يصير بفلوت ابستراكتنج. ما موجود بالمحاضرة. ابستراكتنج يعني شنو يقطع الفينوس فهذاك الفلوتنج هو اللي صار سايلنت اللي نسبته عاليه جدا لانه شنو كلوت فلوت يعني طوف بمن بده تعرف شلون
شلون تشذب بالوول؟ هسه انت عندك هذا الارتري تشذب بالوول على شكل بيديكل ويتبقى على شكل تاب، وهذا البيديكل ويا من يتحرك؟ مشذبه بالوول بثن ثن بيديكل، فيما يصير ديتاتشمنت من الراس ويسوي لك مشكله، او احتمال يصير ديتاتشمنت من البيديكل ومشذبه بالوول وتروح الكلات كلها وتقفل لك الموضوع. فهمت الفكره؟ هاي خطورة ليش؟ لأنه سايلنت يعني هي موجودة. ليش سايلنت؟ لأنه ما سادة الوول، يعني أكو فلودة يمشي بالبين ما مسدود، يعني سد شارع ما مسدود، صح أكو ازدحام بس الشارع ماشي، بس من تجي سد الشارع لا ما عاد يبود، أصلا الأعراض أوضح. ذيك رقم اثنين هي لما ما يكون الانسداد واضح، لذلك تبي تصير واضحة والأعراض ساين مال التلميشن واضحه، هذا الهومن ساينز والبرات ساينز، الهومن ساينز تسوي دورس فليكشن، يعني هاي الفرامل تسوي دورس فليكشن تصير عندها بيج في الكاف، والبرات ساينز نسوي سكويز للكاف حيسوي لك ايضا بيج، هاي طبعا تعطي كونفرميشن يعني المشكله هي تبي اي، بس الهومن ساين خطر يعني التيست يعني احتمال يسوي لك مشكله ما يسوي ديسلوج. طبعا يجيك يا اما وايت ليك يعني ذا ليك سبيل اند فول وذ ديمينيش افتر ذا بالز ديو تو سبازم تو يوزوالي ريزلت فروم ذا اكيوت اكلوجن اوف ذا ايليا، يعني يقفل الفين كله يقفل يعني يصير كلوت، او يجيك بلو توخر فينوس اكلوجن. هنا طبعا انفستيجيشن يمكن نسوي انترا فينوس فينوغرافي يعني نشوف الابستراكشن ماكو شادو، كذلك ممكن نسوي بلاد تيست. البلاد تيست واحدة من يسوي دي دايمر، هذا الدي دايمر انديكيتر فور ثرومبوسيس، من هو الدي دايمر نورمال 500 من تسوي انت تلقى اكثر من 500 يعطيك مؤشر انه اكو ثرومبوتيك بروسس، يعني اكو ريسك مال فورميشن اوف ثرومبوسيس. هذا حتى كانوا يسوون ويا جماعة قوانين من قوانين لانه بعدين اكتشفوا انه يسوي طبعاً الأنفوز وشيء قدام يعتمد على الأداء CBC. البلاتيسمغرافي هذا change in measures، يعني هذا change في أقوى عندك blood clot داع، ليش؟ لأنه شوف لك change بين blood flow، يعني شوف السرعة ما تزيد. طبعاً الدوبلر هو يعتبر الأساسي في عملنا، وهنا أنا أشوف إنه أنا صور اللي تقدر تلتقطها بالسونار. DBT هنا التنين تخاف، تخاف من البلمنر امبوليزم لأنه about 1 to 5%، يعني 1 to 5% يعني نسبة كبيرة will die from the complication بلمنر امبوليزم. شلون أنت تعرف صار عندك بلمنر امبوليزم؟ رأسه يجيك جسم أو كل شيء ما بي، يعني وحدة شاذة وبعدها صغيرة، لو ولد شاذ وبعدها صغيرة وشيء، رأسه يجيك جسم كافتك بنيتك الخارجية دي بي تي عندك رأسه نخلي بالك إن شاء الله. طبعا هنا يقول لك واحد شلون تريج ذا لنج ثرومبو امبولاي ترافل ثرو ذا رايت سايد اوف ذا هارت بعدين ذا رايت انتريوم بعدين ذا رايت فنتركل بعدين في البلمنري يسوي لك بلمنري امبوليزم. شوف هسه هاي في هاي اساسا هنا أنا بدت المشكله، شوف الكلوت شقد بعدين طفرت وحده من عندها صعدت فوق بالرايت سايد وراها تروح للبلمنري وتكتل. اوكي هنا أنا بالاكسايد شوف هنا البلمنر انجيوغرافي شنو عندك؟ شو ماكو هنا؟ عندك راس الابرات ترمينيشن اوف ذا برانش اوف رايت بلمنر ارتري، وهنا عندك بلمنر انفكشن. واحدة من المشاكل اللي تظهر عندك بعدين وشنو هو البوست اوف ليبيتيك سندروم؟ اللي هو تاكر 15% من البيشنت يقول لي طبعا شنو البوست؟ تحطيك المشكلة اللي حصلت. يجي الدوز يلطش بالصمام. صحيح؟ راح يخربط عمل الصمام، راح يصير عندك الصمام مخربط وراح يصير الوول عندك مخربط. احنا ايش قلنا بالبدايه؟ قلنا اساس عمل الفينوس بامب يعتمد على الصمام،
زين من هو تخربط الصمام وتخربط الامور تخربطت كل الآلية هذه ايش يترتب عليها بالمدى البعيد بس ريكورد فينس انسفشنسي اور ذا بوست اوف ليبيتيك سيندروم ليه راح تبدا عندك مشاكل كومبليكيشن وانت تلاحظ اكو شيء كلش مهم انه ماكو حلو يعني شو السبب من عندك جديد شنو الحلو اللي تسوي هو سكتر كلها صار سكتر بالبين فوق يحصل لك ايديما بين نكتشورنال كرام فينس كلاوديكيشن سكين بيجمنتيشن درمتان تسوى عصر شوف هاي العصر هاي هسه المفروض هاي الصوره من بعيد يجيك المريض يشوف عنده هيك عصر رسن الشخص رسن طبعا اقول لك هذا رسن المريض يقول لك يا الله ايش قد يبكي المرض صح؟ طيب اول شيء هوسبيتاليزيشن طبعا اذا كان عندك بايلات رابع ينصب شخصي يوم ستي ريسنت ايموبيليتي كرونيك هارت فيلير كانسر رقم اثنين انتي كومبليشن طبعا احنا الريسك يعني الوضع مالتنا هو شو اللي صار انتي كومبليشن ما تستخدم الديفايس صحيح؟ او تستخدم هذا الجامع اللي تعطيت يورينا اكثر من الريس يورينا الانسان هذا هو الانسان وكيل اذا في تلك حتى لو هو اللي يجي يعني هذا الاسفاد تمام؟ طبعا هذا يحتاج لفترة من الزمن تمام؟ واحنا احنا بنسبة يعني حتى ورا ما نخلص الهيبارين يعني شو بقي نبقي على اورا انتيكوبليش؟ مرفرين؟ 3 to 6 months يعني حتى نعرف السبب الحقيقي شنو؟ انا بدي صار حتى مرفرين نبقي على اورا مرفرين ما يقول لك يعني فوق الاستنسيف كلوت اللي هو اليو في مرض الثرومبوسيس هنا كريس سيريس بليدنج لانه بس هذا شنو مشكلته؟ هذا تخاف من عنده اللي يصير عندك بليدنج كذلك نستخدم الكومبريشن ستوكينج يعني هاي لاست كومبريشن ستوك شود بي روتيلي ابلايد يعني فد 1 مانث او دايجنوستس اوف الرايزون عاد كونتينيو فور 1 يير تبل يعني هاي شنو الفكره اللي ديوز ذا انسيدنس اللي حكينا عليه قبل شوي اللي هو البوست نحاول قدر الامكان ندخل الاوردر تتوسع شلون نحصل التوسع مال الفم من خلال استخدام هذه الجواري تمام حتى تخلي في منطقه يعني مغلقه تخلي المنطقه هذا الاي سي فلتر هذا نخاف شو وقت يعني ما يرفع دي دي بي تي وما تقدر تعطي جباري او فرانت اندكيشن من الجباري منين تخاف تجي حالي تخاف راح تطفون جوك تصعدني فوق تكتلك فشو نسوي نخلي فلتر فلتر بالاي سي حتى نمنع صعود الكلوت ليفو اسمه الاي بي سي طبعا هنا الحكي على البروفيلاكسيس كلش مهم يعني بالبروفيلاكسيس هيك موضوع خطر وقد يؤدي الى وفاه المريض ومشاكل كثيره لازم تسوي بروفيلاكسيس البروفيلاكسيس وش تستخدم؟ تستخدم الهيبارين يعني كل وحده تبقى بالمستشفى تدخل لفتره طويله تبقى نايمه وتتحرك لازم تخلي بالك بس ممكن ديوتي تستخدم الهيبارين هذول جماعة الميديكال بيشنت أما السيرجري لا لازم نستخدم هيبارين ولازم مرة ما نخلص العملية شو نقول له قوم تحرك امشي لفظ نايم ايرلي موبيلايزيشن واحد يسوي له عملية لفظ نايم شهر ما سويش حرك خلصنا هسه المحاضرة فينس بس وين نتحرك؟ نتحرك إلى اللمفة أخوان اللمفة هي شنو؟ ملاحظة بس
كل التيشر دي بالبديل باث ان فلويد انترستيشال فلويد. هذا الانترستيشال فلويد اكو سيستم خاص به مكون من اجزاء اللي هو الليمفاتيك كابيلاريز والترانسفير ليمفاتيك كابيلاريز. تيجي هاي الكابيلاريز وين موجوده؟ موجوده بالتيشو طابه يجي وين؟ بالتيشو تسحب الفلويد وين تودي؟ للترانسبورتنج فيزلز. الترانسبورتنج فيزلز وين يودي الفلويد؟ للفينوس ساك. اثناء المسار مال الترانسبورتنج فيزلز شو اكو؟ اكو محطات. شو اسم هاي المحطات؟ الليمف نود. مثل ما التفويض ترتب تهيئ تهندم تعدل تسوي لك حمايه وتخليك تمشي من جديد. هذا السيستم مهم جدا. ليش؟ لانه انت عندك فلويد قاعد ينفرز يوميا 3 امتار او اكثر يسوي ووشنج لكل التيشو مال الليمف. فمن يتخلص من عندك؟ هو الليمف. فأي مشكلة بالنف طبعاً إذا كانت عندك إن مالتنا البيض نارو بالبين هنا نارو أكثر. إذا كانت بالبين ليمتد شوية هنا ليمتد ماكرو تدبرج لك وتوقع على راس واحد. الشغلة كلش معقد. طبعاً أكو نوع هسا إحنا حكينا كل التشو بس أكو قسم ما بي قسم ما بيه. سأقول دكتور شو عندي ما بيه كذا. أول واحدة فرضاً الإبيديرمس. السنترال نيرفس سيستم. اللايرز أوف آي طبعاً الآي طبعاً يعني في الكلام شوفوا على نجمة الآي تشكيلة الآي. فهذا مو أجهزة. الآي كلها فيه. مو أجهزة واحد فكر هذا السهل اللي بالمنطقة في شو اسمه القطب الشمالي بالقطب اللي بنروح يفتح عينه. ودرجة الحرارة تحت الصفر شلون ما تجمد عينك؟ صار غلط كمان. زين. زين. اسكلت المصل. كارتلج تندب. هاي تشوف؟ ايش بيها حسين؟ ما بيها. تمام؟ فيسيولوجي طبعا السيركيليشن اوف ذا ليم از ا كومبلكس اند ان كومبليتلي اندرستود بروسس. يعني احنا لحظه يعني اخو شباب اول تشو ذا بودي ار باث انترستيشن فلويد اند وين اكسس اماونت اوف ذس فلويد اكيميليت ذس افكت از ايديما. ايديما هي ريزلت فروم اكسس برودكشن اوف انترستيشن فلويد اور فروم ايديما تو مور. احنا مشكلتنا هنا الايديما. مشكلتنا هسه شنو؟ الباثولوجي مالتنا شنو؟ الادم. من يصير عندنا اكسس شلون نصل الادم؟ طريقه لو اكسس برودكشن لو عندك وتر يعني لو انتاج غزير لو قله تصريف نحصل الادم. هسه طبعا من نحصل الادم راح نبدي هنا تسكب العبارات. شلون تسكب العبارات؟ تحت الشمس اكسس برودكشن اوف انترستيشن فلويد أكثر وين؟ شو وقت يصير الأكسس البرودكشن؟ أولاً بيرميابلتي أوف ذا كابيلاري ممبرين إنكريز. نمبر 2 هايبوبروتينيميا. نمبر 3 أكيوت أوبستراكشن يعني الليمفاتيك أوبستراكشن. رقم 4 ترانسبورت أوف انترستيشن فلويد وهذا الليمف سيستم إز إنأديكويت. طبعاً هذه هسه واحد إذا واحد شوي شغله دماغه جيد أي فلويد يصير بالبودي يقدر يجاوب هذا الجواب. يعني شلون؟ How accumulate of the mechanism of pleural fusion. تقدر تجاوبها. أي فلويد يصير بالبدي تقدر تخلي هاي الفلويد يصير جواب صحيح. صارت عندك لنفيديم. يعني excessive accumulation of the cervical lack of the transport is the thing of the lymphedema. Normal between 2 and 4 liter of interest filtered by each day and must be returned to the يعني تلاحظ ايش قد باليوم؟ يوميا 2 الى 4 لتر. يعني انت لو صارت عندك مشكله تلاحظ كم السوائل اللي تجمع عندك
يعني رقم ترى كلش عالي. الليمفاتيك ترانسبورت ما بيكون ديفيشنت وين ذا الليمفاتيك فيزل صار ابسنت، يعني هسه رقم واحد اللي حكيناه من زاد الانتاج، هسه رقم اثنين راح نحكي من يقل التصريف بعد ما يشتغل. شلون ما يشتغل؟ الليمفاتيك ترانسبورت ما بيكون ديفيشنت وين ذا الليمفاتيك فيزل صار ابسنت، يعني ماكو هايبوبلاستيك او ابستراكتيف. زين هاي شلون تصير هاي الحاله؟ يا اما كونجنتال او اكوايرد. كونجنتال لمفاتيك ديسبليجيا واكواير يقول لك وين ذا لمفاتيك بيكم ابستراكتد از ا ريزلت اوف ديز اور سيرجيكال اكسبايرشن. يعني احنا عندنا فقرتين، زياده انتاج وقله تصريف. زياده الانتاج عشان النقاط الاربعه، قله التصريف شنو المشكله مالتها؟ انه الكابلاريز او اللمفاتيك بزنس ما موجود او هايبوبلاستيك. شنو السبب هذا؟ لما كونجنتال او اكواير. كونجنتال سهلة لمفاتيك ديسبليجيا، اكواير يا اما ديزيز او سيرجري. صارت مشكلة يعني صارت ديزيز او سوينا بالعملية شلناها صارت ضعف. كلينيكال ايفالويشن هسه انت جاك هيج واحد رجله مرض وما صار ايش تجيك رجله هيج يوم. هات نشوف رجله هيج يعني راسا خلي بالك لف. فانت شو تسوي هنا؟ تشيك اول شيء تقول سيستمك ديسوردر That was it in front of the right side heart failure, something like that, the serena, liwa, صحيح؟ رقم اثنين نشوف acute hydrocarbon obstruction in the renal system. رقم ثلاثة abnormality of the lymphatic system. Acquired or congenital aneurysm ischemic. Occasional allergic disorder. هذا في واحد يجي يشوف مثل المهم يعني من بعيد اول ما يطلع لك الطوارئ، العيادة. لازم تخلي على نقاط الطوارئ. ما يعبر وحدة من ذي. لازم المشكلة بوحدة من ذي. طيب هذا شلون يجيك؟ يجيك ما يقدر يمشي. هاي رجله صار يعني حوض للايمن وحوض ايسر. وللعلم انت كسرت شلون يجو؟ يعني تفضل شلون يجو؟ ما عرفت وين السيارة. شلون يجيك؟ يقعد يورا بالبيتا وينزلوه وهو. هاي شيء. يعني تلاحظ الكميات اللي تصير. يقول لك يومية 2 إلى 4 لتر باليوم. طبعاً هاي تجيك من البداية يعني شكلها حلو عدل soft bit easily كذلك easy respond to the أول شيء تجيك soft بتين قدمة وتصويرين بيشي مستفاد المريض ويرتاح ويشعر بالأمان استاذ اسكت او الاكسترفيز على الكاركترستيكي انفولف ذا دورز اوف ذا فوت اوف ذا توز زين وميبي ديستنجوش يعني حتى تفرقها عن الفينس. فبالبدايه امورك حلوه صحيح؟ من يتقادم الزمن؟ تنوس شو يصير بالامور؟ تنوس شو راح تتعب؟ اولا يصير ووديان تكستشر تشمل قبل ما تسوي له فحص سوف حلو بيتين هذا صار وود مثل الخشبة يعني صلب صلاب. رقم اثنين اللم اللي كنت قبل ترفع اللم يستجاب تفش رجله هسه بعد ما في ترفع رجله وترفع رجله يستجاب طبعا. رقم ثلاثة السكن بيكون ثيك هايبر اتروفيك يعني معناته انت هسه وصلت المرحلة الصعبة وصلت المرحلة اللي يكون فيها السيناريو بعض. الكلاسيفيكيشن او ذا لمفيديما برايمري يعني ريلاتيفلي كمان اكثر ادريف او ذا 1 ان 10000 اند ار كلاسيفايد باي ذا ايج ات ذا اونست اوف ذا سيمبتومز. نمبر 1 لمفيديما كونجنتال هاي اخطر وحده. شلون تصير هاي سيفير فورم اوف ذا لمفيديما ذات يوجوالي ابير ات ذا بيرث اور بيكم سو ديورينج ايرلي انفانسي. يعني هذا هو الطفل فمن يجي الطفل وعنده هاي المشكلة يعني تخلي الخلق هذا سيدي أفضل انفوز the lower extremities on the right side is affected more than the left 20% bilateral in a few cases there is familiar history. طبعا التدامل من الأمور اللي يوصل وسريعة لازم نكفر التدامل. يعني احنا ليش نقول دائما يصير الزواج من الآخر الغرباء أحسن من الأقرباء.
والله الميلرويز ديزيز اليوم انا اول بيشنت فوز اسوشيتد لمفاتيك ابنورمالتيز ان انفولفمنت اوف ذا اكسترنال جينيتاليا. يعني هذا من احنا قلنا فاميلي هيستوري والسنه والسيفير مور اتوقع قويه وروخه طبعا انفولفمنت اوف ذا اكسترنال جينيتاليا انتستينال الفنجكتيزي اند بروتين لوزنج انتيرابادي سيستيك هايجرومز يمكن ليك نوت ريجي ورمه كبيره رجل مور قلت تمام والله كله تمام. عشان تعرفوا بس استجايرون شنو التست تسووها تعرفوا التست تسووها تعرفوا بس استجايرون على هم شو عم نجرح العمل والله كل جرح عمل بس لك تمام شام الله ترى اي واحد ترانسفورميشن ترانسفورميشن شو ايش تقرون هسه كتاب مال سيرجر فحص اكزامينيشن؟ ليه؟ ها؟ شو هسه شو اعطيني كتاب سيرجر ايش تقرون؟ فحص تكست بوك مال كلينيكال اكزامينيشن مال ميديسين شو اسمه؟ مكتب ها؟ مكتب او هيك اسمه ويا هيك اسمه مو تنسوا زين تكست بوك مال كلينيكال اكزامينيشن او سيرجر شو اسمه؟ بيلا لا بيلا براوس شلون تشتغل براوس براوس وسكوت اي وسكوت اشتغل براوس سامعين براوس لا بصراحة نزلنا بابا ابنائي احبائي بالسيرجري اكو اكزامينيشن يصحون سيرجيكال فيزيكال ساين مثل ما اكو ميديكال فيزيكال ساين العلامات السريريه الباطنيه اكو العلامات السريريه الجراحيه اكو كتب بالباطنيه اكو بالجسم واكو ماكلاب صغير كتاب هذا سريري كلينيكال اوكي بالسيرجري شو اسمه؟ اسمه برابس واكو سكوت بس هسه انت عندك سكوت اخذ برابس كتاب مفصل اثناء الكورس مال تخمات احنا بنشنه بالباطن يا ضوء نطلع الجسم المركب بنطب العلاجات وشي بدنا الجسم المركب بنطب الجراحه يعني الفحص الجراحي يختلف عن الفحص الباطن المبادئ نفسها المبادئ السكلتن نفسه بس التفاصيل تختلف علاش هسه ذكرت هاي؟ كانوا دائما يسالون هذا شلون تسوي له؟ تسوي له ترانسفورميشن تاخذ وياك تورش ولايت وتفحص على تسامين بيت ولا لا؟ اي نعم والله من يبغى وجه وجوهكم يستبشر خير يقول عمالك نازلين من الفضاء متعوبين الانفيديما كونجنت اول وحده ثاني وحده الانفيديما بريكوكس هي هاي الموست كومن شنو فرقها هاي؟ ليش تطلع بالبدايه تطلع بالانفانسي هذه وين تطلع بالبيوبرتي هاي طبعا هي الموست كومن هاي صار أكثر شيء بالفيميل. Okay, the swelling does not peak until the adolescent is unclear. يعني ليش يسألون يقولون شو ليش طلعت غلطة في الرأس؟ ليش هاي تأخرت البيوبرتي؟ ما حد يعرف. لحد النظريات ما واضحة يعني على هذا الموضوع. تمام؟ شنو أكثر شيء صار باللور اكستنسيس؟ أخيرة واحدة هي الانفيديما تارب. نحن نعرف أن الانفيديما that does not appear until the third or fourth kid. يعني شوف الأولى. كونجنتا صار من الماكس البيك ماكس صار من البيوبرتي بينما التاردت تنتظر للثير للفورتي كيد زين هاف اوف ذيس كيسز ار اسوشيتد وذ ذا انسايتنج ايفنت يعني صار المشكلة انجري هذه شكلها يصبح لها برايمري ليمفيديما هسه السكندري ليمفيديما ديو تو اكواير ليمفاتيك ابستراكشن شو الكوز؟ ليمفاتيك ابستراكشن او ذا ريجنال مارك باي ذا تيومر اور سيل اور فايبروسيس After the infection or the inflammatory process or bad issue. Hey, filariasis.
تيومر فلتريتنج ليف نوت اللي هو الكارسينوما تيري الكارسينوما في البروستات، ذلك الكارسينوما البروستات خطره لانه يعني ممكن يسوي لك ليف نوت مشكله ويسوي لك كنت بوحده صرت باثنين صح. In Western countries, perhaps the most common cause of the secondary lymphedema in the arm. هذه شنو؟ After surgical excision of the lymph node for the carcinoma of the breast. يعني تيجي فيميل صار عندها carcinoma of the breast. يشيلون الكارسينوما مالته ورا العملية بشهر بشهرين تجي إيدها شنو؟ lymphedema. تجي يا أبو شنو الحل؟ ما صار هذا complication. شنو الموست كومن كيلينج كوز اوف فيميل؟ سي اي سي اي شنو؟ ها؟ سي اي بريست. شنو الموست كومن كيلينج كوز اوف مان؟ سي اي لان بالرجال؟ Elastic support تخليه extremity في بعض الأحيان شوية ترفع إيده حتى يخف الوراء special massage technique avoidance of the local injury لازم ينجرح إذا سليلاتس لازم تنتبهي شوية زين with the use of the endobiolons to reduce the formation of the hyperotinemia. أما إذا صار جري هذا جدا معقد واللي هو حقيقة لا يجرى داخل البلد يما أكسجين يحس على تشارلس اوبريشن او كوندونيوم بروسيجر يعني يسوي اكسجين او يسوي فلاب يحرك المنطقه اللي فيها مشكله ياخذ اثنين ميديكال ترانسفير او لنفاتيك برين تشو يعني اما تشيله او تستعين بمجموعه قريبه تغذيها على هاي المنطقه حتى تعوض الخلل اللي موجود واخر شيء بايباس يسوي مايكرو فاسكولار بايباس اكو تيومر شنو لنفاتيك تيومر اللي هي حقيقه لنفنجيوماز يعني هاي لنفنجيوماز اللي هو congenital malformation more than half of this lesion present at the birth present at the end of the second year of the life the lesion grows slowly but infiltrate the local tissue malignant degeneration is rare. The three types of the lymphangiomas lymphangioma simplex or cavernous lymphangiomas but lattice cystic hygroma actually I'm going to show you what you have to زين because they form a disfiguring mask many of these lesions are treated by surgical excision with the preservation of the surrounding vital structure. Radiation therapy is ineffective as an attempt to injection of the serous solution. الموضوع الاخر هو الكايلوس سيندروم. هاي مهمة مالت الكايلوس احنا مو عندنا تعرف اسم الكايلوس تراكس الكايلوس الكايلوس is formed in the lactase of the small intestine by the absorption of the product of the fat digestion. يعني هذا السائل يتكون نتيجة امتصاص المواد الدهنية في الأمعاء الدقيقة. كايل is normally transported to the cisterna كايلي and then to the thoracic duct. كايل may be found outside of the normal channel if there is an acquired or congenital obstruction of the thoracic duct or the incompetence of the lymphatic valve. Thoracic duct هي اللي تنقل الكايل. إذا صار مشكلة في التراسيس منجري أو تير تحيط على التاير تحول إلى في واحد يعني يسوي لك تطوي فور تاير فارس بس الأحمد شعالي شون طبعا قد تسوي لك فيستشلايزيشن ما يأكل من توفي ممكن مو بسا بريتونيا
بلورا، بريكارديا. لذلك كالس أسايتس عند كالثوركس ما بيرسبون. شنو الحل؟ تسوي دايت، توقف الفات أكواجينالي ودارك سوتشر، يعني يا أما غذاء تمنع الفات لمدة أسبوع. ماستر بار تتحول للسرجل الخيط. الانفنجيو ساركوما هو رير ليجن، وحقيقة ملك الانفنجيو is the more common in case of the secondary lymphedema. The lesion appear as the verbal light module in the skin. It is aggressive and rapidly fatal lesion. يعني هذا يصير في السكن شلون الاحمرار، فخطورة متى انه ملكنا. تعرفوا؟ شنو المعنويات؟ ها؟ تعوان. شنو المعنويات؟ معلمهم معنويات يقولون حديد. الجيش هاي هيك. على قصر. أنت متعلم. أنت متعلم. أخلاق. الميكانيزم أوف إنجري يا أما في الفايتنج أو بلانت أو ديسيليريشن أو كيميكال إنجري. اعتقد ان دي سيدريشن مشان عليه صحيح؟ البلانت شنو البلانت؟ يعني انت عندك بيرسون بين تو اوبجيكت، يعني فرضا واحد بين سياره وحائط، بين سياره وحائط، يعني ترجع عليه السياره تحسب كيس بين تو اوبجيكت. هذا شو سحر لك؟ بلانت. البنتريتنج شنو المقصود بيها؟ البنتريتنج استخدام اله حاده. فش تقسم هو بيها تقسيمه اكو هاي فيلوسيتي ولو فيلوسيتي واكو سيفينيان واكو مليتان واكو فاكتوريتين واكو نون فاكتوريتين. اسهل واحد فيهم هو شنو؟ اللو فيلوسيتي ولا فيلوسيتي. اللو فيلوسيتي شنو المقصود به؟ يعني يجي واحد يضربك قدام نفس، يضربك بسكينه، يضربك بقلم، هذا شنو يقول لك؟ الهاي فيلوسيتي بمن يضربك؟ مسدس، برشاشة، قاذفة. طبعا شلون تعرف ان شلون تعرف الاسلحة؟ بالاسلحة بصبطان. الطول مالت الصبطانة شو يحتوي؟ يحتوي حلزون، يعني دوران. فيطلع المقذوف يأتي من على جد الدوران مالته والسرعة. لذلك كل ما تطول الصبطانة كل ما المدى شبيه يبعد. فالمسدس المدى مالته أقل من الرشاشة، الرشاشة المدى أقل مالته أقل من البي كي سي. تعرض الفرق؟ هسه واحد يقول ليش ايش تحكي؟ لأنه الدمج اللي يصير بالبودي يعتمد على السرعة والدوران. يعني شلون؟ كل ما تكون السرعة أكثر والدوران أكثر راح يسوي لك كابيتيشن إفكت. الكابيتيشن شنو؟ راح يسوي شوك ويف. يدخل ويسوي هذا الشوك ويف وديستروي. التشو النيرفا يستمر بالفورس مالته، اما يطلع او يبقى داخل الجسم. اللي صار شنو؟ احنا فرضا عندنا 2006 كانت شويه الامور صعبه. شو استخدموا الامريكان؟ استخدموا سلاح من يطب الجسم يرجع ينقذف، يعني ينفلق من جديد. يعني خارج الميكانيزم هذا. شلون يعني تجيك فرضا قطعه واحده. من تدخل الجسم هاي ترجع تصير 20 قطعة. طبعا هاي خطأ. ليش؟ لأنه هاي الشظايا اللي تصير داخل الجسم كلها تصير تمزيق، يعني تشك وتشو، فيجيك فرضا شريان. شريان إذا يجيك بقطعة واحدة مضروب يجيك مقصوص منه. زين، إذا يجيك شريان مضروب بعشر قطع، منطقة كاملة بقيد هاي كلها مقفولة. إذا كان ذلك الصلحة نص ساعة بساعة، يعني نسوي دايركت سويتش، هذا إذا تريد الصلحة لازم تجيب الراف ولازم تربطه وتفرغ منه. فهي راتك إذا تجيش نص ساعة العملية هاي تطول يمكن أربع ساعة ست ساعات. قالت لها نقول كيميكال إنجري، يعني هذا إندكشن، يعني تطيط راك. زين، هاي اللي حكينا عليه كومبرهنسيف فورس ورابيد ديستريشن. رابيد ديستريشن حكينا عليه في المحاضره الاولى من
قلنا واحد يمشي ولابس حزام مال امان ويخلي السرعه مالته ويسوي لك مشكله. اخوان هاي الملخص لكل المحاضره. يعني شوفوا هنا الفيت مالته يجي اما يكون عندك حاله خلفيه سبير او طاشه سبير او نون سبير. هسه احنا اذا نريد نسال اياها اخطا واحد يتغير. قبليت سبع. كمبيت سبع. لا أخطر واحد. هذا من ما؟ من سبع. لا عطنا خلاص. كمبيت غير. ايهما اخطر؟ هو الاخطر هذا بالنص. ليش؟ هذا الشخص بوضوح وهذا ايضا الشخص بوضوح بس هذا ما الشخص اللي بس هذا يعني شلون انت ايش قاعد تحكي؟ مو هذا مشروع الشريان شلون هذا الشريان مو يدرس يسوي بليدنج بالبدايه بعدين ريتراكت يروح هذا يجي ويروح هذا يجي ويقفل. فانت تعرف البلس صار نيجاتيف لما تجي تحط يدك على البلس ما تدري عرفت ترى عنده قطع مش صحيح. هذاك الثاني ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك مشكله البلس ايضا ايش بيه ديسابير راح تعرف انه عندك مشكله وين؟ بالشبكه. هذا الكارد ليش هذا الكارد؟ هسه واحد يقول لك بالعكس هذا اسهل هذا باقي جزء من الشريان مو صحيح؟ يعني انت هذا وين هذا مفصول الشريان وين هذا هنا باقي جزء من الشريان يعني منطقيا يقول لك هذا الجزء الباقي حتى يسهل الامور هو حقك بالعكس هذا راح يصعب الامور. ليش؟ لانه هذا اولا البص ما راح يصير نيجاتيف تحط لك على البص راح يبقى موجود فانت تطلب مبدئيا صار عندك شعور بالاطمئنان. رقم اثنين هذا البليدنج مالته يصير بالبداية يجوز ورا فترة يضعف بس من يضعف مو معناته انتهى الموضوع يرجع بعد فترة ثانية بليدنج من جديد فيصير الاتاك مالت البليدنج يشبيه أكثر من مرة. هاي واحد. رقم اثنين البليدنج قد يكون في بعض الأحيان سبير. ليه سبير؟ شوف هنا من نقص الشريان بس هاي رجعت لي ورا بتراكشن وهي رجعت لي ورا التراكشن نسد قفل بعد من يجي بليدنج مو صحيح؟ بينما من ينضرب الشريان من فوق وتبقى قطعه موجوده جوا هاي تريد ترجع ما ترجع تمام جدًا. هذا يريد يرجع منه فايش راح يسوي؟ راح يصير الجاب اكثر راح يفتح اكثر راح يصير بليدنج لاحظ هاي كلها بالاكيوت تاب. اما اذا نحكي باللونج تيرم عبرت الامور ومشت الحاله وما في مشكله ورا شهرين ورا ثلاثه يجيك هذا نفسه هذا صار عندك لو فيستشري لو انيوس. ليش؟ لانه احنا ما سوينا عمليه انتهى الموضوع بهاي الطريقه كلوت وخذ بعدين بمرور الوقت نطقن بين اللي بصفه شو سكت ان شاء الله تلاحظ انت شلون؟ الخطورة تكون بهاي الطريقة. لذلك هنا complete هنا الـ end contract construct and retracted adjacent tissue compress block forms and propagate the result minimal bleeding occlusions a diagnosis absent pulse with star scale. بينما هنا mood gap adjacent tissue compress patch of clot بحيث لك mass bleeding ماس الفلول حيصير فيرزيست ما عندك الفلول ومن الماسكين ما عندك يعني
So history of the excessive or the recurrent bleeding, يعني هو وقف البليدين ومشيت الأمور وتعبت فيه ودخل المرض مغلب للي خارج في عواد هذا طقم جديد وخارج بليدين وشلون والمقيم جدا حار بالسكر والمقيم حار بالصرفي حار يسمونه فيحتاج إنجاز بينما هذا ما مقوم نهائي هذا جاي بالشوكوي يعني صار شوكوي وما صار شوكوي بحيث internal disruption clots pulled up بحيث gradual occlusion no bleeding pulse disappear and start skimming شوف انت من عندك سكيمة العرام يعني انت ابتداء عرفت الدايركشن بس يبقى شلون how to deal with it لكن لما ماكو سكيمية مثل هنا أظل أنت شنو؟ في حيرة من أمك وخصوصاً أنها الفاصة يكون مزيد طبعاً هنا من الجنة هنا ديش يرح كل واحد شنو الترتيب هسه هنا البيت يعني يجيك واحد هذا البيت اللي إحنا نخاف من حده فارشة شوف شوف هذا هو اللي إحنا قلنا هذا يروح ومنسى ويروح لهله وثلاث شهور ترجع لك من جديد. يوم ما صار بورسيتينج هيماتوما وهاي الهيماتوما صارت بعدين بورس هيماتوما يجيك بعدين عبارة عن ماس بورس تايل بالمكان اللي ينضرب به لأن في وقتها ما صار نسجل عندنا ممكن الموضوع فيجيك بورس هيماتوما أو يجيك بالعكس هاي الفتحة نفسها وين ارتبطت ارتبطت بالبين وسويت لك تسجل يعني صار شان بعدين الارتر والبين وعنا شو حشينا عن تسجل ممكن نسوي لك كاتفيليا ونسوي لك الغروت ممكن نسوي لك ستيم سيندروم يعني هو شلون صار هذا الاخير اللي هو حقيقه اللي هو نوت الصغير اللي هو اجى بايد الشوك شلون صار الشوك يعني احنا لازم نعرف هذا اللي منظر اللي تاثر بالشوك ويد ليش صارت عنده مشكله المشكلة صارت واحدة من الأسباب التالية يعني صار شوك قوي يعني سوى ويب عالية فسوى لك خلل بالأرتر شلون صار هذا الخلل؟ طبعاً هذا يصير بالهاي فيلوسيتي اللي تجي اللي تدخل أول شيء احتمال سوى لك انتمال تير هاي رقم أو احتمال سوى لك انتمال كلاب تمام؟ أو احتمال سوى لك انتمال يورالهيماتوما تلاحظ ان الثلاثه دي من مشتركه ثلاثتهم مشتركات في انسداد الشمال ثلاثتهم شوف شلون هاي قفله الشمال هنا هذا الورم هذا الورم اوبا هاي رقم اثنين هذا الورم هذا الورم اوبا هاي رقم ثلاثه هاي ليش؟ يعني انت تجي سويت عمليه تحت الشمال ما بيشي ما مضروب بس لازم تخلي بالك انه هذا عنده internal occlusion لانه الشوك ويب اللي صار من وراء الهاي فيلوسيتي عالي جدا فاحتمال سوى لك يا اما انتمال تير او سوى لك انتمال فلاب او سوى لك انتمال يورا وهنا فهمت الفكره شلون؟ طبعا هنا عندنا هاي ساين مهمه اللي يجيك اللي يجيك اكو هارد ساين واكو سوفت ساين السوفت ساين اللي هو مزيلتي ماينر هيمورايج سوان هيماتوما اسوشيتد انجري هايبرتنشن هاي شنو تخلي ببالك الامور ايش بيها سوفت اسمها سوفت يعني الامور هادئه يعني انت وضعك لحد الان هادئ مو مخيف من يتحول هارد يعني صار الوضع شنو اصعب صار الوضع معقد شلون راح يجيك بلستار هيمورايج يعني انت بالطوارئ جاك واحد مضروب بالثاي ويجي يطفر من عند الهدف أرتل يعني تضع الجيدسة تضع كده أصبح صعب سلم يعني أنت لازم تتحضر تحضر صعب العمليات في هذا ما لك مشكلة إحنا المرض ما نأخذ قبل صعب العمليات لازم نسوي assessment لازم نسوي replacement لازم يشيل في الوايتر المنطق لأنه إذا عدى لص كلش عالي ما نقدر نسوي عمليات بس بنفس الوقت واحد يقول يبقى لص كلش وقت توقف لا تأخذ صعب العمليات significant hemorrhage, atherol, ischemia, or absent or diminished pulse. هاي من الشوف من الناس بيها عشان تخلي بالك انه انت وضعك توب. هاي طبعا الانجيوغرافي احنا بصراحه مدينه صغيره ومضروب
يعني بعد أنا جزاك خاص قرار ما يعني ما هاي الشغلة يعني دليل يعني خصوصا إذا كان عندك انكونترول أو كانت عندك الإسكيميا واضحة ما تحتاج بس تفيدك بس في لحظة واحدة إذا كانت الإسكيميا لا تبرزنت وأنت ما تعرف شو يصير بالإسكيميا بيجوز قتل جريان جيوغرافي هاي واحدة والشغلة الثانية إذا كان السايت مال إنجري ما تعرف يعني مضروب مالتبل فراكشر وما تدري وين مضروب يجوز تفيدك بالجسع على الجيوغرافي يعني الجيوغرافي كلش ليمتد رول مو فدرو يعني عالية وجيه هنا الإمرجنسي مثل ما حكيت أنا قبل شوي أنت ما تستلم هيك مريض ما تستلم حال باطل النهر أنت شغلنا إحنا مختلف يعني بيجيك واحد يقول لك تعال استدعاء بالطوارئ يعني أنت عندك مصيبة يعني تروح متحضر الآي بي لاين سي بي لاين تحضر بلاد تحضر الدم تحضر الهايفا يعني لازم تسوي ريبليسمنت ليش لأن أنت قاعد تتعامل ويل بلاد يعني انت لو بلاد ويل موست كريتيكال يعني يجيك واحد مضروب الارتري باتك مثل ما واحد يجيك عنده زائدة مثل ما واحد عنده رينال ستون مثل ما واحد عنده جولستون أو جولستون أو حتى بالكسر ينتظر ساعتين ثلاث ساعات يجي ثاني يوم اما احنا ساعات يعني شلون بس راح نحكي عليه يعني انت واحد مضروب عنده السبتيمين هذا ساعات ساعتين بيجنون واحد مضروب عنده تومر ساعتين اذا صار عنده بيدنج وما تعرف بيجنون اذا ما ماتك مشكله اخرى اسكيمي هسه تعبك انت عندك توعي شنو الايم الاول؟ الريزيرف لا هذا الايم الاول العين الثاني شنو؟ الريزيرف لين بس انت خلصت حياتك نقدتها تعال نقدتها انتظر اطول ولا هي عشان دقائق محملنا وين هاي خفوك ها قاعد يصلب ليش القاعد اعتقد فوق دكتور انت شو تسوي؟ وان بالبري اوب هاي هذا الزون بري اوب اول شيء ستوب فوليوم ثانيا لوكيت مسار يعني انتبه انت لازم قبل ما تسوي العمليه تحسن المسار مالت المسار وين؟ يعني مسار ماشي مسار اللي هو وجهه بكثير ضارب يعني انت كل ما تصور عمليه لازم تحدد اكثر من وجهه بكثير ضارب ليش بتبلغ المريض لانه بحس انه ما سوى كل شيء يقول لك تعال انت سويت النوم عمليه اول شيء حتى تقعد تشوف على الشكل الموضوع ما في مكان من غير عندك دليل ما في دليل لازم تحط النور قبلك أحسن من دكتور كفرة
ليش القاعة أنا أعجبني يوم مطلع حقيقة أنا أعجبتني كلها بدأت تجيهم قصد والله عشنا ما قد أنا مريض عشنا أروح أحاول أدرقة أو واحد ثاني ما أدري أحكي ما أدري ينهبل ما أدري حتى راسي قلتهم راسي قبل ما جانا زين أنا جيت ساكن دولة شلون هسه أنتوا جاينا هذا القاعات هناك هم ما اشتغلت حاسبتي يابا جيبوا لنا حاسبة جابوا لنا حاسبة طلعت الحاسبة وجابوها ما تشتغل يعني يعني هاي ما عبارة احنا كل شيء جاهز كل شيء مرتب هدوء اجواء بعدين حتى انا قلت لهم يابا ما يصير اني احكي انت مقطع الحديد انسى المكان بما بالله وكل سبب يعني بصراحه ما طبعا ما ادري ايش صار وانا خلصت يعني انا فهمت على اخوان سوى نيورولوجيكال ديفيسيت مهم اللي هي اساس النيورولوجي في فورد سيرجري رقم ثلاثه شو تسوي؟ لازم تفحص العضله الاكستنت يعني اذا عندك الرجل اليسار لازم قبل لا تشتغل بالعمليه لازم تفحص الرجل الثاني سوى فارز تأكد إنها الوضع ما يمكن أن يستطيع أكثر طبعاً في وكذلك الفود إكسبوجر مناسبة الفود إكسبوجر أخوان إذا أنت تبغى البطارة انتبه الشر أي مرة إذا جيك تراما must be explored يعني شنو explored يعني رجعت مريضة تقعد البطارة إجا على هاي السد البطارة نايم على هاي السد تكشف كل شيء كل اللغة توخر تسكبر نكت هو مو بس هاي يسوي ليش؟ شو يسوي؟ تقبل. يعني تقولهم هنا يا بابا تقولهم شيلوا لي ياردة شوف ظهرك. لأنه ترى صارت مشاكل كبيرة يعني. يعني يجي المريض أنت شفت نايم على وضع هذا تباوع ما عنده لا ومود لا شيء لا عمل وراح يقولهم يلا خذوه. بس يشيلوه طلعون ظهرك تلقى ليش كبير جدا الظهر وتمت. لو تلقون فما يجوز نهائيا انت بتوصل بالتراما لازم تكون حازم يعني ما بي زين هنا هسه عندك وتنسجن تحت العمليه انت تريد تنقذ حياتك لازم الانسجن ما تختار هذه توفير اخو ثيوري يقول لك سموس انسجن واخو ثيوري لارج انسجن انا طبعا انا في ممتازات ومحترمات لكنه انت في الامرجنسي ما عندك قاعده بالطوارئ اخوان مقروض كل شيء مباح هدفك واحد رقم واحد ريزيرف لك رقم اثنين سيف لك ريزيرف لك يعني انت يجيك مريض وراح وصار عنده انا من المسجد احكيكم عن 2006 وصارت كارثه انفجارات يوميه انا كنت ابني نفس الكارثه يوميا انا كنت مسؤول عن الجداول ما مسوي جدول كنا قلنا الساعة 3 العصر صار انفجار كنا نزل وتجيك حالات معقدة وتفاصيل وكثيرة يدرون بنا في سوين الكلام عشانت الأجواء وكلها مختلفة فأنت بالطوارئ بس بنفس الوقت خطر لأن يجوك إحنا المريض متهسترين لازم تتحمي نفسك لأن يعني إذا ما تعمل بشكل صحيح تتعرض المشكلة يجي هذه الموالات تسابح حدا حس بالطوارئ يومي على تهم صحيح الغالب هذا تتوقع مشكلة يجي المريض يعتقد أنه أنت الخصم مو الآخر من الخصم نهاية مشكلة هو مو أنت الخصم أنت تريد تساعد تريد تحميني بس هو يشوفك أنت الغالب صار أنت الخصم فأدك وتنسجن تفتح فتحة جديدة بروكسيمال كنترول هذا هم عليه حكي يعني شنو عليه حكي؟ كل قسم يقول لك احنا لازم نسوي بروكسيمال كنترول يعني شنو بروكسيمال كنترول؟ مضروب انت عندك هنا الارتر انت لازم اصلا لو تفتح عليه نفسه لو تروح بروكسيمال الين تنزل توصل تسوي كنترول حتى من تشتغل عليه انت يكون وضعك جيد فهمت شنو المقصود بروكسيمال كنترول؟
كذلك هنا أنا موبيلايز ذا بيزلز. شنو موبيلايز ذا بيزلز؟ يعني كل هالسوي لها سيبريشن مضبوط وتتأكد إنه سيبريتد من أرتري واحد والفين واحد حتى من السول أنستموسيس السول ريبير يكون شغلك مضبوط. هنا أنا الدستال ثرومبوس أسألتك الشغل مرتبت وكل شيء سويت، لازم تتأكد إنه الدستال الشريان مفتوح. ليش؟ لأنه هذا من يصير نزيف شيء يصير؟ صار ستيسيس، صار كلود. فكل اللي يتأثر الدستال سيجمنت مالت الأرتري احتمال تنزل وأنت ما تدري، ولازم يشيل الثرومبوس من عندك. أوكي؟ وراها شو تسوي؟ ورا ما خلصت الأرتري تجي تسوي سيف للفين، احنا شو نسوي بالعملية؟ فرضا احنا مخبوصين وطوارئ أكثر من مريض، فرضا عندنا ثلاث أربع عمليات سوية، نهتم بيمت بس بالشريان. الفين يعني ضعيفة ومتركة مو صح. لازم نشيك الفين ونرتبه، وإذا في مشكلة تخيل ما نسوي شنو مشكلة تحتاج إلى أن نتخيل؟ مثل الكلينكس؟ لازم نتخيل. ليش؟ لأن إذا خيلت تزايد وتنشن وشي، احتمال شي يصير بيكسر كثير. طبعا ديبرايدمنت خلصت التيت سوى ديبرايدمنت صحيح سوى في شيء دهون. احنا مو قلنا هاي المنطقه كلوز وعندك هاي فيش احتمال سنة كونفاكتورز انه سوى في شيء دهون حتى ما يصير عندك اي مشكله ردك في المنطقه. اخير شيء مونيتر سكسس. هذا المونيتر سكسس شنو؟ يعني تخلصت العمليه قبل لا طبعا المرض من صات العمليات تخلي ايدك على الفانس اذا لقيت تستر بوزيتيف الفانس يعني انت شنو؟ يعني عمليتك باس. وهي مو شرط يعني مو شرط تطلع بس ان تقول الباس باس تتوقع ممكن يصير لك ساعات ثانية تصير. هسه هذا الحكي اللي بدنا نحكيه هنا على الاستابلشمنت اوف ذا ارتري ويذن 46 اورز افتر ذا ارتري مينيمايز ذا بوسيبلتي. يعني اخوان احنا حددنا 6 ساعات ورا 6 ساعات الامور تصير شوية صعبة خصوصا في بعض السايت يعني فور اكزامبل بيتزا. ليش يصير الكمبيوتر نحس وصعب؟ بسبب هاي اللي حكينا عنها الفيشل، الفيشل يصير كومبارتمنت ينضغط يصير ادمة وهذا براشر عليك راح يصير عليك كومبارتمنت. فلذلك احنا لازم لازم خلال اربع الى ست ساعات ماكسيموم. كل ما نكون ضمن هاي الفترة احنا نكون مرتاحين. هاي واحدة. رقم اثنين احنا العملية ايش قلت انا قلت بروكسيمال كونترول خلينا نسوي بروكسيمال كونترول شو تخلي؟ تخلي قفل. هذا القفل هم لازم نحس بالوقت مالك. تمام المعقولة جاية في المريض بالفترة الذهبية تجي أنت بالعملية تحط قفل وتبقي مقفول ما صار شيء ما نعرف تلاحظ ليش؟ لأنه أنت هنا تبرزال ذلم أنت صح برزال بعدين لكن أنا ما صرت برزال ذلم ترى مشكلة يعني المريض يسوي له مشكلة بعدين ورا الأربع إلى ست ساعات كل ساعة تأخير لح تقلل من فرص النجاح مالتك ويصير البروجنوسيس مالتك إيش بيه أفضل. طبعا هذا خطره جدا ترى العلم مرض طلع يجوز يموت المريض يموت بس ما يعيش المريض وتقصيده وتقصيده يعني هاي يعتبرها ديزاستر. فلذلك انت تبرزال ودم تعتبر يعني هدف يعني مهم جدا بالنسبه للجراح. طبعا ما ماكو ابسوليوت فريد يعني احنا ما يصير نقول ورا سبع ساعات ورا ثمان ساعات ورا ست ساعات ما نسوي العمليه لا ماكو شيء بس احنا نعرف انه الرزلت تكون افضل كل ما يكون التداخل مبكر. خلاص الان هسه البينس شوف البينس حتى من ينضرب ما يبين راسه شوف ما يكتب بينس نصف شيء سنة بيضرب فرس تورد بس كان بيضرب اوار طبعا بيضرب اوار لا حيصير لا حيصير عندك ما حسب كلمة وبيوش تستهلكي بس مرد في مكفر. The clinical pattern familiar because of the frequency of the thrombophlebitis in surgical patients include edema, varicose, brown pigmentation, and stasis also. طبعا الدياجنوستيك نفسه كلاسيك وورك اللي هو الدور اسمه يعني هو شنو الاوبشنز مال تريتمنت؟ سيرجيكال انجري ديماليزيشن يعني انت ان شاء الله مهمه بالدور تقدر تعوض مو مثل العكس يعني ليش الديجن صعب منطقة صعبة ومزعجة وياخذ وقت والإمكان تعود للبين ومثل الشريان. الأرتري هو خط أحمر لذلك اللي يتعامل ويا الشريان يعني هذا أخطر شيء. كل شيء خارج الشريان يعني دونت ريسبكت.
وممكن تعذر، بس انت مش قادر تقدر تعذر؟ لا. باستثناء المناطق التشريحية اللي احنا قلنا بها لها بيهم بنسيت. أو لا ترسول شرط يعني تخيط الخياط الجامد. أو أنت عند أنستونوسيس. أو فينوس باتش. أو فينوس ريبليسمنت جرافت. أو سنتكت جرافت. طبعا أنا سنتكت. إذا عندك واحد مضروب هوم ولا ما يصير تستخدم سنتكت جرافت. ليش؟ طبعا شلون تضغط شلون تنزل شلون تخيل شوف كل فينجر لما شفت فينجر انت شلون توقف اليمين لا برشا فينجر بتوقف وانت بتخيل على شيء شلون شنو السؤال؟ ها؟ واحد مضروب تراما وتخلي سنتي في جرافت ولا لا عند واحد يعني بيجي واحد مضروب بوليت من جنب مساير من جنب شو تسوي تخلي له ما ما تخلي له يعني يا بابا شو تقول يعني من جاوز على هذا السؤال دكتور شنو سؤالك ما مريض بوليت من جنب أو مساير من جنب أو تروما تحت لقيت الشريان جاب في جاب يعني لازم تخلي له جراف شو تفضل يا جراف سنتيتيك جراف او ناتشرال جراف عند واحد هذا سؤال مهم بعد جراح جاب مريض مضروب فتحته لقيت سيجمنت كبيره من الارتري مفقوده فتحتاج جراف وانت قاعد بساط العمليه يعني. وش تستخدم؟ تستخدم سنتيتيك جراف لو تستخدم ناتشرال جراف عند واحد ها؟ ليش يعني شو تفضل يا ضمن الاطفال شلون؟ الموجه تستخدم يا ترى؟ ناتشر 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 ليش؟ 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 من واحد مضروب بوليت انت ايش تتوقع هاي البوليت معقمه مضروب بسكينه هاي السكينه معقمه مليانه تلو صار غلط كلام زين انت من هي المنطقه ملوث مليانه تلو تيجي تخلي سنتيتيك جرافت السنتيتيك جرافت يعني شنو؟ يعني فرمبدي يعني يصير واحد يجيب الانفكشن يجيب الفرمبدي يصير ها؟ لا لا فانت بيج حالك حتى تقلل نسبة الانفكشن شو تسوي؟ تجيب صفنة صغيرة وتعطيها لنا